في هذه اللحظات الحولة الكريمة تمت انطلاقة الشوط الثالث من مجموعة الشوط الثاني لفئة البكار. الشكر موصول للإخوة في شركة الكوكب للإعلاف لدعمهم لسباق هذا اليوم لجميع المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك لأفضل توقيت، أفضل توقيت تدعم كذلك من شركة الكوكب للإعلاف. اللي في أول المراكز زادي توق للسيد علي ابن عريج المري، مع توق في أول المراكز. ثاني المراكز هذه الظبي للسيد ناصر بن محمد ابن قوبان المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذه زمه للسيد احمد بن زايد بن طرجم السهلي في هذه اللحظات في ثالث المراكز. الرابع المراكز هذه نشبه للسيد جاسم بن محمد بن سيف النعيمي في هذه اللحظات في رابع المراكز. خامس المراكز واصل هذه ولع للسيد حسن بن علي المطوي مع ولع في هذه اللحظات في خامس المراكز. ولكن توق حتى هذه اللحظات، هذه توق للسيد علي بن عريج المري في اول المراكز. ثاني المراكز هذه الظبي للسيد ناصر بن محمد ابن قوبان المري في ثالث المراكز. في ثالث المراكز من الجانب الايمن هذه ولع بتعود ملكيه ولع للسيد حسن بن علي المطي مع ولع في هذه اللحظه، سلت مباشره الى ثاني المراكز. ولكن الظبي للسيد ناصر بن محمد بن قوبان المري في اول المراكز. ايها الحفل الكريم، من الجانب الايمن هذه ولع للسيد حسن بن علي المطي واللي على المطي في هذه اللحظات مع ولع. ثالث المراكز هذه نشبه للسيد جاسم بن محمد بن سيف النعيمي في ثالث المراكز. ولكن ولع راح المطوي بالناموس، متميز في عالم سباقات الخيول، وهذا هو متميز في هذا العام في عالم سباقات الهجن. يا مرحبا بأهالي الخيول في عالم سباقات الهجن. السيد حسن بن علي المطوي انتزع المركز الأول مع ولع، نقول تهانينا والناموس. أما اللي في ثاني المراكز وصلت الظبي، ويدعو ملكية الظبي للسيد محمد ناصر بن محمد ابن قوبان المري. وفي ثالث المراكز وصلت معزل سعادة الشيخ محمد بن ناصر الثاني مع سيد جمعة الكباشي في التضمير. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:06:52 جزء من السنة. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.